هذا تو المحرك يخدم تشوفوا فيه، يعني نعرفوه اللي هو محرك باهي ولا يعني دور ارجع دور من هذا محرك ديزل يشتغل على الارض خارج سيارته، صوته ممتاز. نقصته شوي في كتم الصوت، لازم نكمل الصوت شوي لان ما فيش شكمه وما فيش مرميط. هذا صوته الاصلي اللي هو يخدم سكت تنحى الخيط عاود خدم. طب مش نعاود نشغلوه مره ثانيه؟ عاود نحط الخيط نتاع لان الخيط نتاع الكونتاكت نحى. تو هكا هذا الموتور يخدم تو من خارج سيارته، انما ما نجموش نخلوه يخدم اكثر من 5 دقائق لان ما فيش ماء، لان الماء ما صبناش، ما فيه الزيت نتاع فيه الديزل نتاع كل شيء. المحرك ممتاز ما فيش يعني حتى عيوب، انما الدخان هذا اللي تشوفوا فيه وكل شيء هذا لانه هو على الارض. بعد ما سخن كل شيء جربوه حتى من غير تسخين لازم يخدم، يعني هذا محرك الديزل كيف يخدم. ها هي